صلبين على النبي. وبيبدأ المسلسل مع الطالبة ميسو اللي بتصحى من النوم وبتلاقي والدتها كانت سايبة لها فلوس وبتعرف انها راحت لشغلها. وبنلاحظ وقتها ان ميسو كانت متضايقة بسبب ان والدتها بتفضل تسيبها بعد انفصالها من والدتها. وبنشوف بعدها ميسو راحت للمتجر علشان تشتري لها فطار، وبيجي للمتجر طالب متنمر وكان معاه صحابه، والساعتها الطالب بيروح يسرق علبة سجاير، وبتكون ميسو شايفاه وبتعرف انه حرامي، وبيكون الطالب عارف انها شافته وبيحذرها ما تتكلمش وتفضل ساكتة. وبعد لحظات بنشوف الطالب كان عايز يمشي مع صحابه، بس ميسو بتعرف صاحب المكان انه حرامي، والساعتها صاحب المكان بيبدأ يجري وراه، لكنه في الآخر بيرجع للمتجر تاني ومش بيعرف يوصله. وبنشوف بعدها ميسو كانت عايزة تمشي من المكان، بس بيظهر لها شاب كان معاه نظارة وبتتعور في ايدها. وبعد ما ميسو بتبدأ تتخانق معاه بتلاقيه بدأ يعتذر لها على اللي حصل، وبيظهر بعدها ان الطالب المتنمر كان مستنيها وعايز يضايقها، وبيكون الشاب اللي اتخانقت معاه شايفها. وبنشوفها بعدها كانت ماشية ورجع للبيت، وبتلاقي المتنمر ظهر لها وبيوقفها، وبتلاقيه وقتها بدأ يتخانق معاها بسبب اللي عملته، وبيكون عايزها تتأسف له علشان يسامحها. والساعتها ميسو بتقول له يبعد عنها وبتكون عايزة تتصل بالبوليس، لكنه بيوقفها وبيكون عايز ياخد موبايلها. وبيظهر بعدها الشاب اللي معاه نظارة وبيوقف المتنمر، وبيظهر ان المتنمر كان عارفه وبيقول ان اسمه جاي. وبعد ما المتنمر بيقول له يخليه في نفسه ويمشي من المكان، بنشوف بعدها جاي بدأ يدافع عنها وبيضربه. وبنشوفه بعدها اخد ميسو معاه وبيهرب من المكان، بس المتنمر وصحابه بيفضلوا يجروا وراهم. وبينجح وقتها المتنمر انه يوصل لهم وبيكون عايز يضرب جاي، لكنه بيلاقيها بدأت تدافع عنه وبيزقها على الأرض. وبيكون جاي شايف اللي حصل وبيتعصب، وبينجح بعدها بأنه يضربه هو وصحابه. وبنشوفهم بعدها كانوا في مركز الشرطة بسبب اللي عملوه، وبنعرف وقتها أنه اتقبض عليهم. وبيبدأ ساعتها الضابط يتخانق مع المتنمر وصحابه، وبيلاقيهم بدأوا يكتبوا بيقولوا أن جاي اعتدى عليهم. وهم الضابط بيبدأ يتكلم مع جاي وبيسأله عن اللي حصل، بيجي بعدها عمه تايكو وبيكون خايف عليه. وبيبدأ بعدها تايكو يتعصب وبيتخانق مع المتنمر وصحابه، وبيكون الضابط شايفه وبيحاول يهديه. والساعتها ميسو بتبدأ تتكلم مع الضابط وبتقوله ان جاي دافع عنها ومعملش حاجة، وبتقوله كمان ان الطالب المتنمر حاول يضربها بسبب انها فضحته وقالت عليه حرامي. وبنلاحظ وقتها ان الطالب بدأ يتعصب وبيتخانق معاها، بس الضابط بيوقفه وبيقوله انه هيتعاقب. وبنشوف بعدها تايكو بدأ يشكر ميسو وبيكون عايز يتعرف عليها، لكنها بتكون متضايقة من اللي حصل وبتمشي. وبتلاقي بعدها جاي بدأ يمشي وراها وبتقوله يبعد عنها، لكنه بيشاور لها على بيته وبتعرف انه كرها. وبعد ما ميسو بتدخل للبيت وبتلاقي نفسها متعورة، بيظهر ان جاي كان شايفها من الشباك، وبنلاحظ انه كان معجب بيها. وما جاي بيروح ياخد الكاميرا بتاعته وبيفضل يصورها، بيظهر انها كانت شايفة صورة والدها وبتعيط. وبتعرف بعدها ميسو انه كان شايفها، وبتلاقيه بدأ يطلب منها تروح لسطح المبنى. وبنشوفها بعدها راحت لسطح المبنى علشان تقابله، وبيكون جاي عارف انها تعورته وبيديها دواء. وبعد لحظات بنشوف ميسو بدأت تعالج الجرح، وبتفضل تفكر في جاي وبتقول انه شاب لطيف. وفي تاني يوم بنشوف ميسو اتنقلت لمدرسة جديدة، وبتبدأ المدرسة انها تعرف الطلبة عليها. وبيظهر وقتها ان المتنمر اللي اتخانقت معاه كان موجود في فصلها، لكنها مش بتهتم للي حصل وبتروح تقعد في مكانها. وفي نفس الوقت بنشوف جاي كان قاعد في استوديو التصوير بتاع تايكو، وبيلاقيه بعدها بدأ يتصل بيه وبيكون عايزه يساعده. وبيعرف بعدها جاي انه بيصور في المدرسة وبيروح علشان يساعده، وبيلاقي وقتها المدرسة جات له وبتتكلم معاه. وبيكون جاي عارف ان تايكو معجب بالمدرسة وبيحاول يقربهم من بعض، وبيقول للمدرسة نعم وبيقول عليها جميلة. وبنشوف بعدها المتنمر راح لميسو وبيحاول يضايقها كالعادة، لكنها بتسيبه وبتمشي. وما المتنمر بيجري وراها وبيحاول يضربها، بيظهر ان جاي كان موجود في سطح المدرسة وبيعرف اللي حصل. وبنشوفه بعدها راح للمتنمر وبيضربه، وبياخد بعدها الشنطة بتاعت ميسو وبيمشي. وبتكون ميسو ملاحظة انه اخد الشنطة بتاعتها بالغلط وبتجري وراه، لكنه بيكون مشي ومش بتعرف توصله. وبنشوفها وقتها راحت للاستوديو بتاع عمه وبتعرفه ان شنطهم اتبدلت، وبتقعد بعدها تتكلم معاه وبيتعرفوا على بعض. وبعد ما ميسو بتسأله عن سبب لبسه للنضارة، بيقول لها ان نظره قرب يروح، وانه بيحافظ على عينيه من النور واشعة الشمس. وبيلاقي بعدها صديق تايكو كلمه في الموبايل، وبيقول انه عايز يقابله علشان يديه الكاميرا. والساعتها جاي بيعتذر لها وبيقول لها انه لازم يمشي، وبيلاقيها بدأت تقوله انها ممكن تروح معاه. وبنشوف بعدها جاي اخدها معاه وبيروح ياخد الكاميرا، وبيبدأ بعدها انه يصورها علشان يجربها. وبيلاحظ وقتها ان كل حاجة اتجمدت لمدة 9 ثواني، وبيكون مش مصدق حاجة. وبعد ما جاي بيدي الكاميرا لميسو وبيطلب منها تصوره، بتلاحظ ميسو ان كل حاجة اتجمدت، وبتبلغه باللي حصل وانها خايفة. وبيعرفوا بعدها ان الكاميرا اللي معاهم سحرية، وبيروحوا يقعدوا في مكان تاني وبيفكروا هيعملوا ايه. والساعتها ميسو بتلاقي والدتها بدأت تتصل بيها، وبتقول لها انها عايزة تقابلها في المعرض. وما جاي بيعرف انها تروح للمعرض،
بيقولها ان تايكو بيصور مهرجان هناك وانه هيروح معاها. وبنشوف بعدها ميسو راحت لوالدتها وبتديها الملفات اللي كانت طلباها، وبتعرف ساعتها ان جاي لسه مستنيها وبتروح معاه للمهرجان. وبيظهر ساعتها ان المدرسة كانت موجودة مع تايكو وبتسأل جاي اذا كان يعرف ميسو، فبيقولها جاي ان هما جيران وبيروحوا بعدها يبصوا على المهرجان وبيكونوا مبسوطين. وبنشوف بعدها جاي بدأ يتكلم مع تايكو وبيقول انه هياخد ميسو معاه ويوصلها. وبعد ما جاي بياخدها للاستوديو وبيحاولوا يبحثوا عن الكاميرا السحرية، بيعرفوا وقتها ان مفيش كاميرا بتجمد الناس. وبيلاقي بعدها تايكو وصل وبيسأله اذا كان في كاميرا سحرية، بس تايكو بيتخانق معاه وبيفتكر انه بيضحك عليه. وفي تاني يوم بنشوف ميسو كانت في المدرسة وبتلاقي جاي بعت لها صور الاماكن اللي صورها وبيقولها انه خرج من البيت علشان يصور. وبعد لحظات بيلاقيها جت له وبيعرف انها هربت من المدرسة، وبتقوله انها عايزة تمشي معاه وتشوف الاماكن الاثرية. وبنشوف بعدها جاي بدأ يخرج معاها وبيصورها وبيبدأ انه يعجب بيها اكتر. وبعد ما جاي بيبدأ يحكي لها عن نفسه بيلاحظ ان في عربية كانت تخبطها وبينقذها. وما جاي بياخدها معاه وبيفضل يصور بيلاقيها كانت عايزة تتعلم التصوير وبتبدأ تقلد حركة ايده. وبنشوف بعدها جاي اخدها لمكان هادي وبيتكلم معاها، وبتعرف ميسو انه فاضل له كم شهر ويفقد نظره. وبالليل بنشوف راح يوصلها للبيت، وبتلاقيها والدتها كانت متأخرة وبتتخانق معاها. وما والدتها بتلاحظ وجود جاي وبتسألها عليه، بتقولها ان هو جرى وموصلها للبيت. وبتكون والدتها مش عايزاها تخرج معاه تاني وبتقولها ما تتكلمش معاه، بس ميسو مش بتسمع لكلامها وبتمشي. وفي تاني يوم بنشوف جاي راح لميسو بيقولها انه هيوصلها للمدرسة، وبيلاحظ المتنمر ان هما بقوا صحاب وبيبقى متضايق. وبعد لحظات بنشوف المتنمر راح لميسو بيحاول يتكلم معاها، لكنها مش بتهتم لكلامه وبتمشي. وبنشوفها بعدها رجعت للبيت وبتبدأ تعمل الأكل، وبتروح بعدها تقابل جاي وبيخرجوا مع بعض. وبيبدأ بعدها جاي يتمشى معاها، وبيروحوا بعدها ياكلوا الأكل اللي عملته وبيكونوا مبسوطين. وبعد مرور شوية وقت بيلاحظ جاي نظره بدأ يختفي، لكنه مش بيهتم للي حصل وبيروح يوصل ميسو. وبيظهر وقتها ان والدتها كانت مستنياها وخايفة عليها، وبتقولها انها حذرتها ما تخرجش مع جاي. وما جاي بيتكلم مع والدتها وبيحاول يدافع عنها، بيلاقيها كانت متعصبة وبتضربه. وبعد ما ميسو بتدخل مع والدتها للبيت بنشوفها بدأت تتخانق معاها، وبتقولها انها سايباها لوحدها ومش بتهتم بيها. وبتقولها كمان ان عمرها ما فكرت فيها علشان انفصلت عن والدها، وانها كانت بتفكر في مصلحتها طول الوقت. وفي الوقت ده بنشوف جاي كان بيبص على صور ميسو وبيكون عارف انها عايشة حياة صعبة بسبب والدتها. وفي تاني يوم بنشوف ميسو كانت في المدرسة وبتحاول تتواصل مع جاي، بس بتلاقيه كان قافل موبايله ومش بيرد عليها. وبعد ما ميسو بتروح تدور عليه في الاستوديو بتاع تايكو، بتلاقي الاستوديو كان مقفول ومش بتلاقيه. وبتفضل بعدها ميسو مستنيه لغاية بالليل، وبتتقابل بعدها مع تايكو اللي كان مستغرب منها. وما ميسو بتسأله عن جاي بتقوله انها دورت عليه كتير، بيقولها انه راح في رحلة علشان يبص على الشاطئ. وفي تاني يوم بنشوفها كانت قاعدة في المدرسة وهي متضايقة، وبتلاقي جاي كلمها في الموبايل وبيطلب المساعدة. وساعتها ميسو بتروح له وبتكون خايفة عليه، وبتعرف انه ما بقاش شايف حاجة وبتفضل تعيط. وبعد ما ميسو بتاخده للمستشفى وبيعرف تايكو باللي حصل، بيبدأ بعدها يتكلم مع الدكتور الخاص بحالته، وبيعرف ساعتها ان جاي حالته صعبة جدا وانه ممكن يفقد نظره بعد 3 أسابيع. وبنشوف بعدها ميسو كانت قاعدة لوحدها وزعلانة عليه، لكنه بعدها بيتصل لها وبيقولها انه كويس وخرج من المستشفى. وبعد ما ميسو بتروح له علشان تقابله، بيكون باين عليها انها مبسوطة وبتجري ناحيته. وبيكون جاي ملاحظ ان في عربية هتخبطها وبياخد لها صورة، وبينجح بانه يجمد كل حاجة علشان ينفذها. وبعد لحظات بنشوف ميسو كانت بتصحيه وبتعرف انه كويس، وبيكون جاي مستغرب علشان رجع للمستشفى تاني. وساعتها ميسو بتشرح له باللي حصل، وبتقول له انه نجح بانه ينقذها، لكنه بعدها اذى نفسه وتحول على المستشفى. وفي تاني يوم بنعرف ان جاي بقى كويس، وبيروح يخرج مع ميسو وبيتمشى معاها. ومع مرور الوقت بنشوفه راح ياخدها من المدرسة بالعجلة بتاعته، وبيعرفها انه عايز تايكو يتغلب على خوفه ويعترف للمدرسة بحبه. وبنشوف بعدها ميسو اخدت المدرسة بتاعتها للمسرح علشان تعمل لها مفاجأة، وبيظهر وقتها تايكو بيعترف لها بحبه. وبنلاحظ ساعتها ان المدرسة كانت مبسوطة، وبتروح تقول له انها كمان معجبة بيه وموافقة تكون حبيبته. وبعد ما ميسو وجاي بيمشوا من المكان، بنشوف بعدها جاي بدأ يقرب منها اكتر، وبيفضل يتمشى معاها وبيصورها. وبنشوفه بعدها اخدها معاه للمكان بتاع الامنيات، وبيكتب على ورقة انه بيحبها وعايز يفضل معاها. وبعد لحظات بنشوف جاي كان قاعد معاها وبيتكلمه، لكنه بعدها بيلاقي نفسه في المستشفى وبيكون مش فاهم حاجة. وما جاي بيعرف من تايكو انه كان في غيبوبة، بيعرف انه كان بيتخيل ولسه في المستشفى. وبيلاقي بعدها ميسو كانت معاه في المستشفى، وبيعرف انها دخلت في غيبوبة بعد ما انقذها من خبطتها العربية.
وبتعدي بعدها الأيام وبنعرف إن جاي مبقاش بيشوفه كويس، وبيظهر إن تايكو اتجوز المدرسة واعترف لها بحبه. وبنشوف بعدها تايكو بدأ يتكلم مع جاي وبيقول إنه شاف لميسو صور كتير، وبعد ما جاي بياخد الصور وبيحاول يشوفهم بيعرف إنها الصور اللي صورها وهو بيتخيل. وساعتها جاي بياخد تايكو والمدرسة لمكان الأمنيات وبيشوف الأمنية اللي عملها وهو بيتخيل، وبيبدأ بعدها جاي يعيط وبيبقى مستغرب وبيكون مش قادر يفرق بين الخيال والواقع. وبنشوفه بعدها راح لها المستشفى وبيحكي لها بكل حاجة حصلت، وبيقول لها انه مش عارف اذا حباها في خياله او على ارض الواقع، وبيقول لها كمان انه مش مهتم للي حصل علشان هو بيحبها ويستناها لغاية ما تفوق. الفيديو ده كتبه عمر، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.